السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقدم لكم طريقة فليكسي من جيزي إلى جيزي لتحويل رصيد من بطاقة جيزي إلى جيزي. كل ما عليك فعله هو إدخال هذا الكود نجمة 770 نجمة الرقم الذي تريد بحث إليه الرصيد، ثم نجمة، ثم الرصيد مثلا 5000 كما نقولها بالجزائرية، ثم 5 أصفار مربع، ثم الضغط على قفل الاتصال، ثم تقوم بإدخال رقم 1 للتأكيد، ثم الضغط على إرسال وسيتم تحويل الرصيد إن شاء الله. إن شاء الله أكون قد أفدتكم في هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.